يسعد أوقاتكم جميعا بكل مكان وين ما أنتم موجودين. الله يعطيكم العافية. معكم قناة هيلثي فود اند بيبر كلي ديزاين. اليوم وصفتنا هي ورق العنب. راح أعطيكم طريقة سهلة وسريعة لعمل ورق العنب بوقت قياسي، بدل ما ياخد 3 لـ4 ساعات أو أكتر هياخد معكم ساعة بالضبط. وين الطريقة وين الحل؟ بطنجرة الضغط اللي هي البريستو. أنا رتبت ورق العنب بالطنجرة هون زي ما أنتم شايفين. هلأ هحط على وجه ورق العنب شوية بطاطا وبندورة مقطعين شرايح، وبعدين هحطه على النار بعد ما أتقله بتقالي. هتشوفوا بالفيديو كيف موضح طريقة تتقيل ورق عنب عشان ما يطلع لفوق ويفتح ويخرب. الفكرة من طنجرة الضغط هي اختصار الزمن والحفاظ على الفيتامينات الموجودة بالوصفة، وما تقلقوا ما رح يخرب ورق العنب أبدا وحيطلع صحيح 100% كأنه مطبوخ بطنجرة عادية. رشيت شوية ملح، بحط هلأ مي مغلية لحتى اختصر الزمن بأنه ما تطول على النار قبل ما تغلي. المي لازم تغمر ورق العنب بشكل انملتين اصبع، انملتين اصبع عقدتين، يعني العقدتين هاي بعد ما اتقل لازم تبان انه المي فوق ورق العنب حوالي انملتين. هلأ هيك انا حطيت الصحن. اي حاجة بتقدروا تحطوا فيها مي اتقلوا فيها حطوها فوق الصحن. انا حطيت عندي غلاية قهوة كبيرة فيها مي، تقلت فيها وحطيتها على النار. تنحط على نار عالية بالأول، وبعد ما تنحط على نار عالية نتركها ربع ساعة بعد ما تغلي على النار. هيك صارت على النار، بستنى عليها لتغلي. بعد ما تغلي واستنى عليها ربع ساعة هغطيها بغطاء الضغط بعد ما ارفع التقالة من غير ما ارفع الصحن، واضغط البخار جوا عشان ما يطلع لبرا، واتركها ساعة بالضبط مغطاي لحتى ياخد الورق العنب وقته بالاستواء. هون بدت تغلي مية ورق العنب. بتمنى عليكم وانتم عم بتتابعوا هالوصفة لنضمن الاستمرارية القناة ولحتى تشوفوا كل جديد كل وصفاتي انه تضغطوا سبسكرايب وتضغطوا لايك وتشاركوا الوصفة مع اصحابكم ومعارفكم لحتى يستفيدوا منها، ولا تنسوا تفعلوا الجرس لحتى يصلكم مني كل جديد. وبوعدكم دائما كل اللي حينزل احلى ان شاء الله وافضل. هون ورق العنب صار عم يغلي، بنخليه مدة ربع ساعة على نار عالية، وبعديها ان شاء الله رح نوطي. هون وطينا النار، غلى، مرقت ربع ساعة، رفعت التقالة، هغطي هلأ الطنجرة ان شاء الله بغطى الضغط واضغط البخار لجوا، وبعديها رح اسكر عليها مدة ساعة بالضبط. حاولت انزل المي لتحت على ورق العنب علشان الورق يستوي على مية المرقة. هلأ سكرتها، ضغطتها، بديت اعير لها ساعة. العلامة الحمراء هاي اللي ظاهرة بالطنجرة معناته البخار مضغوط جوا ما عم يطلع لبرا. هلأ خلصت الساعة،
تبعية الطبخة. اللي رح نعمله انه احنا هلا حنفرغ الهواء، عم بفرغ الهواء منها هون البخار. لما يخلص تفريغ البخار وما يضل فيها اشي حتركها يعني شغلة 20 دقيقة ربع ساعة بالطنجرة عشان ما يسود ورق العنب لما تسكبه. مرقت 20 دقيقة انا بلشت هون اسكب ورق العنب. انا كنت مسجلة فويس في الفيديو مباشر لكن للأسف ما طلع واضح، فاضطريت الغي الفويس وارجع اسجل مرة تانية. هذا ورق العنب، طبعا بنتي داقته، ولادي يعني داقوه بس لكن للأسف روحت الصوت انا، لكن هذا هو شكله لما طلع من الطنجرة. شايفين ما فارت ابدا، وبنفس الوقت مستوي دايب دوب ممتاز. واذا انت التتبيله تبعيتك التوابل اللي فيها اللي انت حطاها مزبوطه، سواء كانت بلحمه او بخضره، بتطلع الطعم مزبوط وما بيطلع ناشف، بيطلع لسه في مرقه. يعني حتشوفوا شكله هلا عند التقديم.